Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer la correction de l'examen passage 2011, variante 3.1 et variante 7, c'est là. Donnez l'exercice 1, l'exercice 2, devrais-tu suivre l'exercice 3, programmation structurée, bien sûr. Donc, un nombre palindrome est un nombre symétrique, qui peut être, donc nombre, le nombre palindrome, mais si palindrome est dit, palindrome est un nombre ou la chaîne de caractères, c'est ce qu'on a donné du coup, ou la chaîne, on a pris les nombres palindrome. Qui peut être lu, يعني تقرا من à gauche de gauche à droite, يعني من اليسار لليمين, comme de droite à gauche, بحال من اليمين لليسار. Soit sous la forme, بحال دابا هادو هما لي شيفر, شيفر 1, C1, C2, C3, غادي والنص هادو هو النص ديال العدد ديالنا, وفي الاخر تكون C3, C2, C1, يعني كاين تماثل. C1 متماثل مع C1, C2 مع C2, donc où les CI sont les chiffres du nombre. Tous les chiffres, par exemple, هنا 0, 1, 3, 9, ce sont des palindromes à un chiffre. لأن هذه في غير حرف هذا في غير شيفر واحد رقم واحد حتى الزيرو تعتبره بالاندروم ان تعتبره بالاندروم بحال دابا إليا 9 إليا 9 بالاندروم دو دو شيفر دونك هاد 11 بالاندروم لأن تيتقرا من اليسر بحال من اليمين 22 من هنا ومن هنا نفس الحاجة 33 من هنا 4 دونك هادو كاملين بالاندروم دونك كاين 9 دي بالاندروم تقدروا تعرفوا هذه الشباب عارف التعداد 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 تقدروا تصايبوها دابا راه عطيناك واحد تمرين في التعداد في الاحتمالات قلنا لك عندي دو كاز واحد الكاز الاولى غنحط فيها رقم من واحد حتى 9 لان من واحد ماشي من زيرو هذا الرقم الاول خصو يكون من واحد لان خصني نكون علاش من واحد لان بغينا دابا لي بالاندروم اللي عندهم دو شيفر دونك في التعداد راه حطينا هنا من واحد حتى 9 والكاز الثانيه فيها هذه ماشي مشكل من زيرو حتى 9 يعني شحال عندي من احتمال هنا في الاول عندي 9 احتمالات لان من 1 حتى 9 هنا عندي 10 الاحتمالات لان من 0 حتى 9 دابا قال لك شحال عدد الاحتمالات الممكنه باش يكون هذا العدد الاول هذا الحرف الاول هذا الشيفر الاول الرقم الاول تساوي الرقم الثاني بيسكو هنا شحال عنده من حاله ممكنه من 1 حتى 9 9 حالات دونك هنا حتى هنا خصو يكون نفس هذوك التسع حالات يساويهم دونك الحاله اللي تتكون هنا تتكون حتى هنا دونك عندي شحال من عدد الحالات الممكنه عندي 9 حالات 1 1 1 2 دونك 9 الحالات اللي عندي دونك تقدر تعتبرها بالتعداد نفس الحاجه دوك المهم هذه غير قوسين دابا التمرين شنو بغى منك دونك اكري غان بروغرام كي كالكول اي افيش دو لا ميم مانيير لو نومبر دي نومبر بالاندروم بغيت عدد الاعداد البالاندروم دو 3 شيفر دونك شنو من الاعداد البالاندروم دو 3 شيفر يعني 111 222 333 ياك 444 ولكن حتى 101 كاين 111 كاين 101 كاين 121 جاي بالاندروم دونك راه بغينا نحسبوا دونك بغينا عدد البالاندرومات اللي فيهم ثلاثه لي شيف ومن بعد بغينا حتى عدد لي بالاندروم اللي فيهم اربعه لي شيف بحالاش بحال دابا اربعه لي شيف يعني 1001 بالاندروم 1101 1221 بازم 2222 تتقرا من هنا وهنا دونك هذه بالتعداد نقدر نديرها بلا ما نقول ما نصيب بروغرام دونك عدد لي بالاندروم 3 شيف انا يكون عندي ثلاثه لي كاس دونك عدد لي ندخل هنا للكود دونك عدد لي بالاندروم 3 شيف يعني ثلاثه لي كاس عندي الكاس هذا 111 هذا بالاندروم دونك باش يكون بالاندروم في ثلاثه لي كاس خص ديما هاد لاكاز الاولى تكون تتساوي لاكاز الاخرى في الاحتمالات هاد الكاس الاولى باش يكون ثلاثه لي شيف خص من واحد يعني عندي شحال من عدد الحالات الممكنه من واحد حتى 9 يعني عندي 9 حالات هنا عندي من 0 حتى 9 10 حالات هنا من 0 حتى 9 10 حالات دابا في الاحتمال باش عدد البالاندرومات البالاندروم خصو يكون عنده هذه تتساوي هذه يعني هنا عندي 9 حالات ولكن هذه خصهم يكونوا يساويهم يعني 9 حالات عندي هنا هاد الجوج عندي 9 حالات باش نعمرهم يعني يا واحد واحد يا واحد اي جوج جوج يا ثلاثه ثلاثه دونك 9 حالات وهنا هذه شحال عندي من حاله هاد الكاس الثانيه كما بغات من 0 حتى 9 10 حالات دونك عدد لي بالاندروم بقيتو عاقلين في الباك في الليسي تديروا 9 حالات عدد هاد الحالات 9 لان هنا وهنا قلنا 9 تضربوهم مبدا التعداد فهاد عدد الحالات هي 10 هي 9 في 10 يعني كاين عندي 90 حاله ديال لي بالاندروم ديال ثلاثه ديال لي شيف ونفس الحاجه قبل ما نبدا كاع الالغوريثم اوكي حنا غنصايبو بالالغوريثم حنا بغينا في الماط نهضرو شويه على الماط دابا عدد البالاندرومات اللي فيهم اربع شيفرات دونك شحال عندي احتمال من 1 حتى 9 يعني 9 حالات انا عندي 10 حالات من 0 حتى 9 10 حالات 10 حالات باش يكون فيه 4 د لي شيفر دابا البالاندروم خص هاد الاول تفتيت فيكسه مع هذا يعني هاد الجوج فيهم
هنا من 1 حتى 9 حتى هنا خصو يكون باش يكون بارادروم تساوي يعني من 1 حتى 9 يعني عندي هنا 9 حالات وباش يكون بارادروم هاد الجوج الوسطانيين خصهم حتى هما يكونوا متساويين يعني عندي هنا من 0 حتى 9 10 حالات ولكن هاد ال 10 حالات تساويهم هادو يعني هنا عندي 10 حالات ممكنه يا 0 0 يا 1 1 يا 2 2 حتى لاش حتى 9 9 دونك عدد الحالات الكليه هي 9 حالات اللي عندي ديال هاد الجوج مضروبه في 10 حالات اللي عندي ديال هاد الجوج هي 90 حاله يعني حتى في الحاله ديال 4 اللي شفت كاين 90 حاله ما علينا دابا غنديرو بلا الغوريتم دونك الطريقه كاين بزاف الطرق بزاف عديده ومتعدده دونك انا عندي هنا جوج طرق بالسي الطريقه الاولى بلا ما نحولها للبي بايثون بان لي ثقيله شويه كاين الطريقه الثانيه بفونكسيون ولكن بطريقه اخرى بوايل بالسي قدرت نحولها للبايثون بان لي ثقيله ولكن فاش مزيانه خدمنا بلي نومبر كاين هذه الطريقه ماتيه خفيفه شويه عيا نعتبر هاد ان عندي واحد لا فونكسيون دونك عندها كوم بارامتر ان واحد شين كاركتر عند ان غنعتبرها شين كاركتر كاين في بيتون شيل عندي واحد الفاريابل انفيرسي تساوي ان اونت كروشي دو بوان دو بوان ناقص واحد هذه قريناها في البيتون يعني شد دير تتانفيرسي لك هذيك لاشين تتمشي من الاخر حتى لناقص واحد وغتحطها في هاد انفيرس صافي دونك لا ليس انفيرسي تحطينا في انفيرس دابا باش يكون ان بالاندروم وهذه راه صالحه ماشي غير ثلاثه لي شيفر اربعه لي شيفر اي ان ماشي كاع لي شيفر حتى شين كاركتر بحال دابا جو سي با لافال لافال عطيتو هنا لافال هادشي اللي درناه الشباب في الكور لافال هادي بالاندروم هاد لا فونكسيون عطيتها لافال مع انفيرس الا لقيت ان تتساوي هاد الانفيرس غاروتورني واحد يعني بالاندروم اس روتورن زيرو يعني ماشي بالاندروم دونك هنا من بعد غادي نحسب عدد لي بالاندروم غندير سي 3 ايغال 0 باش تبلي عدد لي بالاندروم ا 3 شيف كونتور اخر سي 4 ايغال 0 باش تبلي عدد لي بالاندروم ا 4 شيف وغندير 4 3 شيف 4 اي تمشي من ناش من 100 حتى 999 وغندير اف بالاندروم غنعيط على لا فونكسيون ديالي ونعطيه هنا غومار اي دابا اون شيف سي نحولها لشين لان هاد لا فونكسيون تخدم ليا ان بحال اون ليست يعني اون شين وغندير اف بالاندروم اس تي ار دو اي تتساوي تتساوي واحد لا الفونكسيون رجعت لي واحد يعني الكونتور سي 3 غنزيد لي واحد يعني هاد اي انا لقيت ان بالاندروم وغنخرج وغنافيشي برينت في الاخر لو نومبر دو بالاندروم ا 3 شيف اس سي 3 وغنعاود نفس الحاجه غير بالنسبه هاد المره سي 4 يعني اي غتمشي من 1000 4 لي شيف حتى 9999 وغندير اف بالاندروم دو اس تي ار دو اي ايغال ايغال واحد سي 4 بلس ايغال واحد ومن بعد نافيشي لو نومبر دو بالاندروم ا 4 شيف اي سي 4 عندي ليكزيكيسيون اوتوماتيكمون عطيني النومبر دو بالاندروم 3 شيف 90 كما قلنا في التعداد ولا النومبر دو بالاندروم 4 شيف 90 كما قلنا في التعداد هذه طريقه كاين بزاف الطرق عديده ومتعدده ما عرفتش واش راه في الكور جو كخوا درنا طريقه اخرى من غير الطريقه رجعتوا لي سيري ديال لي زيكزيرسيس راه كاين لي فيديو كما قلت لكم في يوتيوب غتلقاو طريقه اخرى ديال البالاندروم كاينه جو سي با هنا قاسي قال لنا واحد الطريقه اخرى كاين بزاف الطرق هذه زوينه الطريقه اللي بغيت تيستيها ديفينيت لا فونكسيون تشيك بالاندروم باش تعطيني واش بالاندروم ولا لا ولكن بالريكورسيفيتي زوينه بزاف هادي دونك اللي بغى يفهمها غنهضر نقراها غابيدمون ولكن نتوما عاودوها مزيانه ريكورسيفيتي دونك راه كان لونغور ديال في تتساوي اصغر قطعه من واحد يعني زيرو يعني ما فيها حتى حرف الروتور نيترو يعني وصلت بالاندروم الس راه كانت في دو زيرو الحرف الاول تساوي الحرف الاخر في دو ناقص واحد هو الحرف الاخر ريتيرن دابا غنحيد هذا الحرف الاول الحرف الاخر ونعاود نعيط الريكورسيفيتي على لا فونكسيون تشيك بالاندروم وغنعطيها لا نوفيل شين كاركتر هي في من واحد حتى الحرف اللي قبل الاخر غنطير الحرف الاول والحرف الاخر حيت انا تيستيتهم تيساوي بعضياتهم ونعاود لا فونكسيون تعيط على راسها وترجع وتبع ثاني لونغ واش باقي في فيها واحد الحروف راه ما كانش فيها روتونيتر ولا كان فيها حروف عاوتاني غتيستي الحرف الثاني هذاك الزيرو غيولي هو الثاني حيت طيرنا شي حروف مع الحرف اللي قبل الاخر عاوتاني راه كانوا متساويين نعيط عاوتاني نطير شي حروف اخرين انسي دو سويت اس دابا راه كان الحرف الاول ما تيساويش الحرف الاخر غير روتو نيترو يعني لقيت صافي ماشي بالاندروم حيت لقيت واحد الحرف ما تيساويش الحرف المقابل له هادي لا فونكسيون صافي لا ديفينيتي هاد لا فونكسيون غتعاود دير نفس الحاجه اللي درنا غدير كونتور وتعيط على هذيك لا فونكسيون وص فور وتحسب عدد ديال لي بالاندروم هذه طريقه اخرى يقدر تقول لي استاذ الطريقه الديفو ديال الواحد ان ان درنا شين كاركتر وما قالك دي زونتي انا ماشي مشكل هذه بغيتي ديرهم دي زونتي راه ساهله
نديرها دابا نقدروا نديروا بدي زونتي، ولكن غنعتبروا بحال غادي الحاله ديال ثلاثه دي زونتي بوحده وديال اربعه بوحده، ما نضيعش الوقت. هيا هنا كاينه اللي بغى يترجمها، كاينه الطريقه نخليها لكم في فيديو باينه بالسي، هذه هي صحيحه اللي بغى يترجمها وقف لا فيديو وترجمها ببيتون. وكاينه الطريقه حتى هي هاي فونكسيون درناها بشيفر، هاي خدمنا بشيفر بوايل وخدمنا بطابلو، واخا ماشي ضروري تخدم بطابلو المهم علينا. دونك هاي وقف الفيديو وترجمها الا بغيتي هاد لا فونكسيون، المهم عندي هو هاد لا فونكسيون هادي. وكاين طرق اخرى بزاف، دونك انا غنحبس هنا سجل.